حس هاي الغنيه. نور. مرحبا، كيفكم؟ كيفك؟ سافا؟ سافا، ماشي الحال؟ ماشي الحال. مبروك الرجعه. ميرسي. هاي دينا، كيفك؟ شو بكي؟ نعسانه؟ ليش؟ تمام؟ هاي الشعرات الحلوين. سافا كثير حلوين الشعرات. كيفك؟ سافا؟ استغربت. تمام؟ كيفك؟ مبروك الرجعه. سافا؟ هاي حبيبي، كيفك؟ تمام؟ دود دود. ايه دونت وقت دونت. يلا مين بعد؟ في حدا ناقص؟ ما في عندنا اثنين مسافرين. كيفك هيدي؟ نروح على البحر. ماشي الحال، حنروح على البحر اليوم. كيفكم؟ تمام؟ اوكي. جبت واو، صار في لابس مايو انا اليوم. ايه رايح على البحر صح؟ لا يلا هلا حنرجع نعمل هيدا مثل المره الماضيه، شويه ريلاكسيشن. بس نعم انا ما كنتش موجود. ما هي رح تنبسط اليوم، رح حنعمل ورا نوت. مين بياخذ شخصي معنا على البحر؟ اللي بدك اياه. على الثلج؟ اوكي. بدنا ناخذ حدا معنا اللي بدك اياه. بس قبل بدي اول شيء نسيم وينو؟ وينو نسيم؟ اوكي انت هون جاي. وما بال انا اشتقت لكم الاسبوع الماضي، ما شفتكم اكثر استاذ. بس ما بال وين جاي؟ وقفت اسلم عليك. يلا الاسبوع الماضي ما كنت كنتوا انتوا. كيفك ما بال؟ سافا. كنت انا فكرت جيت لان انا كنت مسافر. لا ما جيت. اليوم السيشن بدنا نعملها عن الكوميونيكيشن، عن التواصل، لانه جزء كثير مهم من حياتكم الفنيه، ولانه هيدي الساعه اسمها ماركه شخصيه، جزء كثير مهم له علاقه بالتواصل. التواصل كثير مهم للفنان، كثير مهم الفنان يعرف يتواصل، ولا يعرف يتواصل ان كان مع الجمهور، ان كان يتواصل مع الصحافه، وبكره بالاسابيع اللي جايه رح نعمل جلسه ميديا، رح يكون عندنا كاميرا وكانكم عم تتصوروا، كانكم عم تعملوا انترفيو لتشوفوا كيف تكون قعدتكم، وقفتكم، كلامكم وغيره، كرمال كيف تتعاطوا مع الميديا. بس اليوم حبيت انه نعمل هيدي الجلسه عن التواصل لحتى تعرفوا شو الاطر الصحيحه لواحد يتواصل. ليش لما مرات بعمل تواصل مع حدا بصير في خلاف؟ لانه مش ضروري تكون الانتنشن، يعني ما ضروري تكون نيه قلبي من جوا اني انا بدي اكون على خلاف مع حنان، بس يمكن استخدمت كلمات غلط، او يمكن استخدمت نبره غلط، او يمكن استخدمت بودي لانجويج، حركات جسمانيه غلط، وصلت هيدي الرساله لحنان انها رساله خطا. اوكي؟ لانه الجسم بيحكي. وتتذكروا التكنيك اللي عملناها الاسبوع الماضي، حنرجع نعملها اليوم. الجسم بيحكي والكلام بيحكي ونبرة الصوت بتحكي. يعني إذا أنا اليوم خليني أقول بتطلع بممالب إلا ما بال، شوفوا النبرة، مع أني أنا الكلمات حتكون هي ذاتها، إلا ما بال بغض النظر ما تاخذي الكونتنت تبع كلامي، أوكي؟ يعني ما كتير تهتمي بمضمون الكلام، بس تشوفوا النبرة. إذا جيت عند ما بال وقلت لها ما بال ليش ما غنيت منيح بالبرايم؟ أو قلت لها لما بال ما بال ليش ما غنيت منيح بالبرايم؟ تغير الكلام أو ما تغير؟ مع أنه أنا عم بستعمل شو؟ نفس الجملة، تغيرت النبرة. فإذا نحن وين مشكلتنا بالتواصل؟ مشكلتنا بالتواصل أنه أنا مرات بكون قصدي أقول شيء لسهيلة، بس لأنه نبرتي كانت خاطئة، أو لأنه ربما كمان استخدمت كلمات خاطئة. لان فيني لما بال بدل مثلا ما قلها ليش ما غنيت منيح بالبرايم، فيني قلها مثلا ليش ما بعرف شو، حي الله كلمه ثانيه، ليش نشستي بالبرايم؟ في كثير فرق. اول شيء عم بسكب انه انا عم بجي اعتقد انه انا مؤكد، ويمكن ما بال تكون بهيدا الوقت مانا قادره تسمع هيدي الكلمه بالذات، ويطلع الموضوع ردة الفعل تكون عكسية. رح نشوف شو في ليش بالتواصل، وهيدا اسمه فن التفاوض كمان.
لأنه بالتفاوض بتعرفوا لما بيكون في شخصين بدهم يتفاوضوا مع بعضهم على شيء، بيكون أول هدف عندهم أنه شو يصير، أنه نحن اليوم let's say أنا عندي هالشمعة قدامي وأنا وسهيلة جايين نتفاوض أنه على هيدي الشمعة يمكن بدي بيعها إياها أو تشتريها مني. سو نحن عارفين أنه نحن شو ما طلع هيدا التفاوض لازم نكون اثنيناتنا ربحانين. فإذا أنا ما فيي أجي بأول شيء لما بدي أشتري هيدي الشمعة مثلا وهي عملتها سهيلة ومبسوطة فيها أجي إلا شو هالشمعة هاي؟ انكسر التفاوض. جريت؟ قوموا معي لهونيك لحتى نعمل هيدي نتنفس شوي وترتاحوا شوي مع أنه اليوم أنتم مرتاح. شو بك رفاق؟ نعمل سيركل بس بدي اياكم توسعوها شوي، اعملوا سيركل ووسعوها يلا. اوكي؟ انت مروان ما كنت ومين ما كان بعد دينا؟ اوكي؟ اه انت كنت اه اوكي، خلينا نعمل سيركل بس خلوها سيركل متكامله. يلا. اوكي. سيركل متكامله يا جماعه يعني كلها يعني سيركل مبرومة مقفوله. ايوه مقفوله يا هيدي. لا اوكي. بتكون هذيك الكاميرا بتخطفني انا. بدي يكون زي المرة اللي فاتت. يلا بس بدي يكون تغمضوا عيونكم تاخذوا نفس، وسعوا 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 تنفس بس بس تنفس. بدنا نتنفس نتنفس، بدنا ايدينا نفكفكن ونرتاح. وسعوا كمان شوي. يس 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 يس. ظهرك بدك تقعد بدك تقعد اقعد. يس بليز اكيد. إذا حدا مزعوج يقعد. يلا خلينا نتنفس، نغمض عيوننا هيك ونطلع. دينا ما تسكري تمك، افتحي تمك. شو بك؟ تقلقي منها؟ لا هي بتريحك هالمزيكا، هي المزيكا بتريحك. يلا اوكي. في اقعد؟ دختي؟ بس اوقف بحس اني مزعوج. طيب قعدي. بس أنا كان بدي إياكم تكونوا شوي واقفين لحتى ترتاحوا. يس بدي كل التعب يلي كان خلال الأسبوع هيك طلعوه مع النفس، تحسوا إنه عم يطلع. يلا كل التعب. يس جريت. نسيم شو بكم كلكم متعوجين؟ يلا تعوا وقف هون. وقف هون. بلعب كثير بالأشياء الثقيلة. يلا أوكي. رخي 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 حالك. يلا تنفس. اوكي شو بك يا حامد؟ ليش تنفس؟ خذي نفس. افتحي افتحي تمك حنان. افتحي ليش ضروري؟ يس يس برافو. ايه انا كنت استرسي وقت البرايم. برافو. يلا اوكي كمان طلعوه ونطلعوا النفس كله. شانتال عدتي تنفسي تنفسي طلعي افتحوا تمكن. ما بتتنفسوا قليل لتتنفسوا. يلا برافو برافو. اوكي بديكم تفتحوا عيونكم هلا، بديكم بلشوا تعملوا اي كونتاكت مع حيلا حدا. اي كونتاكت يلي حنعمل هلا يا دينا هي انه انا حقرب لعند علي، اعمل اي كونتاكت مع علي، وقف شوي وضل واقف لحد تختاروا حيلا حدا بدكم تعملوا بس معه اي كونتاكت. انتوا بس عم تطلعوا بعيونكم. يلا قربوا لعند بعضكم. يا رخي ايدك. انتوا عم تتنفسوا بليز. انا معك يا انطال. يا في اشياء يمكن عبالكم تقولوها لبعضكم بدون ما تحكوها بدون بالكلام فيكم تقولوها بدون كلام. حيلا فكرة عبالك تقولها لهايدي نسيم. مروان وطي ايديك. اوكي شو بدك تقوله لعلي؟ دينا كمان. خلينا نطلع طلعي صدق الفكرة؟ كل التعب يلي كان وقت البراون والستريس طلعي. ما بدي تحكوا بس انا عم بحكي مع شانتال لساعدها تتنفس منيح. يلا سويتش سويتش بارتنر. يلا غيروا البارتنر.
غيروا البارتنر. هايدي هايدي بقى امتى هلا؟ يلا انت دايما بتبكي بقى يعني. بليز ما تحكوا. انت دايما بتحكي. بليز ما تحكوا لانه بتروح كل التركيز، كل التركيز. في فكره يمكن على بالكم تتواصلوا فيها مع الشخص اللي مقابلكم وتقولوا له اياها. شو ما بدك، شو الفكره اللي هلا على بالك تقول لي اياها؟ وانت يمكن الكلمات حاسس اهاب او حال لحدا منكم. منا عم بتساعدكم لتقولوها، قولوها بعيونكم، قولوها بعيونكم لهيدا الشخص. يمكن فكره عنكم، قل لي. سويتش بلحقلك بلحقلك حبيبي انت نسيم سويتش ما في هو بالدمدينة سويتش دينا بدي أفكار بدي أفكار أنا وياك علي اتركون بليز ما بدي حكي الفكرة تطلع بعيونكم بالآي كونتاكت تبعكم بدي اياكم هلا تغيروا البارتنر وعلى صوت واطي بدكم تقولوا للشخص ثانك يو على شيء معين صار معكم هيدا الاسبوع ثانك يو على شيء معين على بس بليز برواق بليز برواق مروان انا بدي اقول لك ثانك يو غنيت كثير حلو بالبراون كانت كثير حلوه غنية كانت كثير حلوه و نحكي قل له ثانك يو لشيء بقى غنيتها كثير حلو انت عن جد انسان قد المسؤوليه وهي شغله كثير مهمه على فكره كثير مهم الانسان يكون عارف المسؤوليه وما يعني عم بيعيشها برافو عليك برافو عليك هلا انا في كثير اشياء يعني بحب اقول لك اياها اقول لك انه اختبر اشياء طهاش ما تخاف يعني ما تخلي هيدا الفير يلي جواتك يضل لانه عندك مسؤوليه الناس اللي عندهم مسؤوليه بضلوا خيفانين طهاش شوي كسور الليمتس لانه بعد تعطي بتقدر تعطي مشان هيك بدي اقول لك ثانك يو يلا خلينا نبدل ونقول ثانك يو مره ثانيه على شيء ثاني يلا علي بدي اقول لك اول شيء ثانك يو لانه حضورك كثير حلو وحضورك عن جد بيعكس قديش انت شخص مهذب عارف حالك لوين بدك توصل مقدم تحترم خصوصيات غيرك تحترم الليمتس
بتحترم الحدود، وهيدي شغلة صفة كتير حلوة عند الإنسان. وأنا مأكد أنه في كتير عالم عم بيتابعوك، في كتير ناس بيتابعوك بيتعلموا منك هذا الشيء. كتير حلو الإنسان اللي بيعرف يضبط، يعني يضبط حدوده ويضبط حدود غيره بنفس الوقت، يكون منفتح على البقية. بقى عن جد بدي أقول لك thank you على هذا الشيء. أنا بقول لك شكراً، أنه عن جد أنه في يوم من الأيام أنا وقفت قدامك ونتعلمت منك، أنه جد فخر لي بالنسبة لي. thank you. جد فخر لي. أوكي هلأ كمان بدلو، يلا بدلو. بدك تقولي لي أنا thank you ولا أنا بدي أقول لك thank you؟ بلش أنا أقول لك thank you. أوكي في القائمة هون. يا قلت له تعال خذلني. بدي أقول لك thank you لأنه أنت حيويتك وفرحك، يعني أنا بعرف يمكن أنت مرات بتكوني متضايقة، مرات بتكوني كتير متضايقة يمكن من جوا بس ما بتظهري هذا الشيء لبرا، وبتضلك تحطي حيوية. هيدي شغلة كتير مهمة، هيدي شغلة كتير مهمة. بدي أقول لك thank you عليها لأنه هيدي الإيجابية. مرسي لأنه إيش؟ لأنه ما بعرف هيك لما تكون قاعدة معك عشان بنبسط كتير. من كمان؟ بحس إنه كل شيء بشع راحة من عندك. إيش بيهم؟ أنا كمان والله بحس إنه مستفيد من كل لحظة قاعدة. سهيلة أول شيء بدي أقول لك thank you لأنك أنت بنت كتير حلوة، وجمالك عم ببين بالأكاديمية، وجمالك عم ببين جمالك الجوة وبرا عم بيظهر. thank you على هيدا الشيء. بدي أقول لك كمان بدي شجعك كتير، بدي أعرف أنه بعرف أنا كتير منيح أنه مرات التواصل مع الطلاب، لأنه كل واحد جاي من بيئة ومن خلفية ممكن يشوفوا كتير من المشاكل. I know this ممكن، بس بدك تعرفي شغلة إنه أهم شيء النية، النية اللي من جوا، يعني نية القلب من جوا. لطالما عندك نية القلب الإيجابية كله بيتصلح. أوكي؟ أوكي. طلعي فيي، بدي إياكي لك، بدي إياكي كمان تركزي، ترجعي تتذكري أنت هون كرمال شو؟ أنت هون كرمال تربحي وتتقدمي بالمسابقة، هيدا هو المهم، هيدا أهم شيء. والتواصل مع البقية ومعك ومع أصحابك مع الوقت بيزبط. ما تشيلي هم، بعرف كأنك بتشيلي هم، ما تشيلي هم، بتشيلي هم كتير على راسك، خفف شوي الهم لحتى تنبسطي بالشيء اللي عم تعملي. alright. وبدي أقول لك كمان thank you لأنه أنت كمان وأنت من هالناس اللي بيجيبوا الفرحة هون بهالأكاديمية. أنا بدي أقول لك thank you لأنه كتير نصائح عم تعطيني إياها وأنا تبعتها كتير واشتغلت عليها ووصلت لي نتيجة كتير حلوة الحمد لله. صار لي يومين بلشت صفحة بيضة. برافو. وصار لي يومين صاروا الكل الصورة اللي كانوا شايفينها، مش الكل، نص اللي كانوا واخدينها الفكرة طلعت بالغلط، وكلهم صاروا بيقولوا يا ريت ما فوتنا هيك أيام مع بعض، ويا ريت بقينا كنا أحسن وبقينا أحسن. الحمد لله رجعت سهيلة مثل ما كانت بالأمس. اوكي ما بال تعيت اشوف. ثانك يو على اللوحات الحلوه اللي عم تقدميهم، لانك عم تحطي افورت ومجهود، وانا اي نو ليش مجهود عم تعطي. سو ثانك يو على هذا الشيء لانه عم تفرحي قلوب كثير من الناس اللي بيحبوك واللي بيشجعوك. ان شاء الله لكن تكسب محبه الناس. انا كثير تعني لي صداقتك تعني لي حبيبي، وانا بحبك. بوجور تبعك تعني لي ان شاء الله، ما بتقول كل شيء كل شيء كل النهار. انا بوجور تبعك تعني لي. اوكي هذا هلا بدك يا حبيبي. ما بدك انت زعلان منه؟ اه افتكرتكم عم تمزحوا لانه اثنيتكم كثير بتمزحوا. عن جد زعلان من بعضكم وبدك ضل زعلان منه؟ صالحته هلا؟ ما بدك تصالحه؟ لا انا بصالح هيك، ما بقول انا بصالحتك. حتى ما بقول انه زعل يعني، بس بحس سيف عليه. ايه بس هلا انتم بعدكم زعلين، قربوا تصالحوا. يلا بسرعه قرب على نص الطريق. يلا شو؟ لا عن جد بعدك زعلان من وقت امبارح؟ وقت ال لا انا حسيتك زعلان لانه امبارح قلت كلمة ودينا كبرت الموضوع. مين زعلان؟ حد زعلان من حدا؟ وحسيتك زعلان. زعلان؟ ثانك يو رفيق. بليز خليك دايما جنبي.
حدا بتعرف انا حدك يا زلمه الوحيد اللي بحس انك تحب انت ودينا على جد دينا دينا وين دينا يلا دينا 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 طيب نعمل عباط ثلاثي ثلاثي سيد بعدك بتفكرين انا بحكيك الاحكي ايه ابدا بتعرف قد بحبك بتعرف قد بخاف عليك بشكري انه حسستيني انه هيك هيدا اهم شيء انه هون اخيك هون حبيبك اكيد سوري لانه اخذت معي وقت لاوثق فيك بس لانه انا هيك دائما بتاخذ معي وقت حلو اصلا هيك بالعكس وما تعطيت ثقه بالواحد ما في ارجع شيء له تتجوزيني؟ تتجوزيني يا رب ناسين عم بتوعينا قصص انا ما بشوفها بتكوني مقتنعة انه ما انه ما ما بتفيدك مش انه بس انه بتفتكي يا حلو انت يا صغير ناسي رافائيل يلا هلا بحكي عنه بس بدي حالي انا من جوا من جوا لازم 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 تعمل لازم بطل تخافوا ما بقى في مجال لتخافوا يعني ما بقى في مجال لانه الخوف هو يلي عم بيعرقلكم صار عم ياخذ نص الانرجي تعوا هلا بنحكي هلا بنعمل هلا بنعمل تكنيك بس انا على مسرح صرت بخاف ما عاد في نسيم القبل هلا بنشوف وينه بنرجعه يلا خلينا نرجع ناخذ انا كنا سمعت انه مولد اثنين اولاد اسمهم ايهاب وسهيل عن جد؟ خي صوروهم بعثوهم الاكاديميه خي والله ماشي ماشي بدي اعتذر من حدا ماشي يلا قالت له اعتذر يلا دينا ار يو اوكي؟ اول از جود كله تمام في حدا بعد زعلان من حدا ما بال قولي لي في حدا زعلان من حدا ابدا خوف يلا تعال بلا لازم لا هلا عم بيزيد لانه لانه عم بتزيد المسؤوليه لانه المسؤوليه يلا علي تعال بس في اخذ شيء اكل سريع اكيد جيبي اكلتك معك دونت وور اكيد صغير بتعاملني على اني اخوك صغير يلا بتزعل مني باي شيء وبتحسسني بالحب تبعك ثانك يو بلوش ثانك يو على أقول لك شكرا إن أنت إنسان داعي وأنت إنسان بتشرف أهلك وبتمثل أهلك وكل تونس هنا بتربي زينك شكرا إنك كثير بتسمع كلامي أخويا الكبير كثير بتحترمني Thank you علوش Thank you حبيبي والله حبيبي الله يخليك يا حبيب قلبي حبيب قلبي والله بتراني أحبك أنا ما بعرف سأله هو ليه قلت له أقعد حدك قال لي لا ما تقعد حد طيب يا بيل خلص تليفوني انا زعلان بروح بيقعد هو شطار بيعمل حبطه بيضا يا ظلم على نسيم جنهار ثانك يو بيرد اب جريت ليكو يا شباب والصبايا بس لانه كثار منكم طلبوا انه نحكي عن الخوف بس لانه انا اليوم بدي شوي بس احكي قبل شوي عن التواصل لانه بشوف مرات انه بتتواصلوا مع بعضكم بطريقه فيها شوي حديه هذه الحديه هي طبيعيه عند كل الناس لما واحد بيكون مزعوج من شغله بيصير يحاول يضبط اعصابه بس مرات الكلمات مثل ما بيقولوا بتفلت منه لتضبطوا هذا الموضوع لانه هذا الموضوع رح يرافقكم برات الاكاديميه وهيدا موضوع الغضب وكيف منعبر عن غضبنا هو أمر نحن من